وزير الداخليه هنا شفته بالشارع يعني منطقه الكاظميه زين اخذ مني قابلك شافك حكى وياي ايش قال لك اخذ مني طلب ورقه ورقم تليفوني قال لي روح لحد الان كل شيء ما قبل ايش قد الحكي هذا قبل شهر ولا حد هلا ما حد اتصل بي لا حد اتصل بي ولا حد يسال علي وانت بيك مرض مرض خبيث بالدم وعندي عجز 60 انا طالب نقل لبغداد زين طالب نقل لبغداد ولا شهاده صار 9 سنوات شهاده دبلوم مشادي لي قيادتي كركوك ما شدي شهاده زين ليش شنو السبب كل ما احكي موازنه ماكو عجز موجود زين شنو احنا ذنبنا انا عندي شهاده دبلوم ما يشدوا لي شهاده ليش شنو السبب انا قبل يعني فتره هم من خلال قناتكم ناشدتك على موضوع النقل البغداد انا منتسب اداوم كركوك وعندي عجز 60% بيه مرض خبيث بالدم بيه مرض خبيث وعندي عجز 60 وطالبت اكثر من مره وشفت معالي وزير الداخليه بالكاظميه وطيت الطلب واخذ رقم تليفوني لحد الان لا قبل ايش قبل الحكي؟ قبل شهر قبل ما قابل الوزير قابلت مكتب حسين العوادي رجال ما قصر يعني سوالي طلب قال لي ان شاء الله مو يعني مو مكتبه مكتب الوزير النقل مكتب الوزير قال ورا الانتخابات ورا ما تخلص انتخابات مجالس المحافظات يصير نقلك يعني يصير نقلي وين لبغداد ولحد الان كل شيء ماكو لا نقل لا منحى زين لا شيء قابلت وزير الداخليه هنا شفته بالشارع يعني منطقه الكاظميه زين اخذ مني قابلك شافك حكى وياي ايش قال لك اخذ مني طلب ورقه ورقم تليفوني قال لي روح لحد الان كل شيء ماكو قبل ايش قد الحكي هذا قبل شهر ولا حد هلا ما حد اتصل بي لا حد اتصل بي ولا حد يسال علي وانت بيك مرض خبيث بالدم وعندي عجز 60 انا طالب نقل لبغداد زين طالب نقل لبغداد ولا شهاده صار 9 سنوات شهاده دبلوم مشادي لي قيادتي كركوك ما شدي شهاده زين ليش شنو السبب كل ما احكي موازنه ماكو عجز موجود زين شنو احنا ذنبنا انا عندي شهاده دبلوم ما يشدوا لي شهاده ليش شنو السبب شو اسمك بالخير حيدر قدر احمد حيدر بس خذ رقمي 077-21-36-31-82 حيدر ان شاء الله رئيس عرفاء امريه افواج الطوارئ كركوك أنا هاي مناشدتي من خلال قناتكم وزير الداخلية ما يقصر إن شاء الله ورجل طيب ما يقصر وياي زين أنا ما طالب شيء طالب حقي أنا أبسط شيء هو حقوقي هذا حقي أبسط شيء هو حقي هذا يعني أنا طالب نقل لبغداد وشغلت الشهادة أنا ليش ما يشدوا لي إياها شهادة ليش صار 9 سنوات شهادة ما شادي لي يعني أنا حد أنا رئيس عرفاء يعني 4 خطوط وأني ما أحد ليش قول الله ان شاء الله خير تعبت يعني والله استاذ تعبت حيل يعني تعبت يعني هسه انا جوزي حلوني على التقاعد انا عندي لجنه يوم 1 بالشهر 1/10 اطلع تقاعد ويطلع براتب قليل انا هسه اخلف من الشهاده على الاقل شهادتي يعني تجيني 50-60 ان شاء الله خير عسى على من خلال قناتكم توصل معالي سيد الوزير سيد الوزير ما يقصر ان شاء الله وتحياتي لك والكادر القناه رحم الله والديك ممنون.